I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. Uh-huh. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. هلو يا اماراتي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، ميرسي جدا على التفاعل على اخر فيديو، فرحتوني جدا وفرحت ان هو عجبكو، عشان كده حبيت اعمل لكم حاجه مشابهه. وتقرير النهارده عن مسلسل كوري، وهو مسلسل الفاتن العظيم. المسلسل متصنف رومانسي دراما ميلودراما، وعدد حلقاته 16 حلقه، وهو كوري. ولو عايزين تعرفوا القصه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو بتاعنا، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان فيديوهاتي الجديده توصل لكم. وما تنسوش كمان تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، لاني بستناه وبرد عليه وبفرح بيه جدا. ويلا نبدأ قصة المسلسل مع بعض. المسلسل بيبدأ بالبطل، ابن العيلة الغنية اللي والدته توفت وهو كان متعلق بيها جدا. اما البطلة بتاعتنا فهي بنت طيبة ومتفوقة في دراستها، وده اللي هيخلي ابو البطل يديلها منحة دراسية في نفس المدرسة اللي ابنه بيدرس فيها. في الوقت نفسه البطل بتاعنا هيتراهن على قحة في حبه وبعدين يسيبها، وده بسبب صحابه وبسبب كمان البطلة التانية اللي تكون صديقة طفولته. لكن البطلة دايما كانت شايفة ان الناس اللي بتقع في الحب ناس مثيرين للشفقة، وان هي شايفة ان عمرها ما هتقع في الحب. لكن طبعا كل ده هيتغير لما هتبدأ خطة البطل اللي هيخليها تقع في حبه، بس اللي محدش كان يتوقعه ان هو كمان هيقع في حبها. فيا ترى نهايتهم هتكون عاملة ازاي؟ ده اللي هتعرفوه لما تتابعوا الدراما، والدراما متوفرة على جوجل، وفي بعض الحلقات منها متوفرة على اليوتيوب.
بس كده يكون تقرير النهاردة خلص. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، بشوفكم في تقرير جديد، وباي باي.